ومن أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن. وهذا الحديث مشكل عند كثير من العلماء، والسبب أنه قال ليس عليها عذاب في الآخرة، مع أن هناك من يعذب ممن ارتكب كبائر. فقال بعضهم إن هذا من حيث الأغلبية، من حيث غالب الأمة، وقال بعضهم إنه مخصوص بفئة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إن هذا مقيد بالمشيئة، ليس عليها عذاب في الآخرة إلا من شاء الله عز وجل أن يعذبه.